اللجان الرئيسية في الكونغرس الأمريكي تعيق خطة أوباما وكيري بزيادة تسليح الإرهابيين في سوريا خوفا من وصول هذه الأسلحة إلى جبهة النصرة وجهة تنظيم القاعدة بعد سماع تفاصيلها من كيري. كيري يصول ويجول في المنطقة تحت حجة سعيه لحل سياسي في سوريا، يطلق وإدارته التصريحات الرنانة بين العواصم واعدا ومتوعدا، واعدا الإرهابيين بمزيد من الأسلحة والتسليح، ومتوعدا السوريين بمزيد من القتل والتدمير. السياسة التي تنتهجها إدارة أوباما فيما يخص الأزمة في سوريا يبدو أنها لا تعبر عن المؤسسات الأمريكية ولا عن الشعب الأمريكي، وهذا ما تؤكده تسريبات الأمن القومي الأمريكي التي كشفت أن لجانا رئيسية في الكونغرس جمدت مؤقتا التمويل خوفا من وصولها إلى مرتزقة تنظيم القاعدة، حيث أعربت لجنتا المخابرات في الكونغرس عن عدم رضاهما عن خطة كيري بعد سماع التفاصيل من مبتكرها، كما أعربت عن تحفظات من إدارة أوباما بإرسال المعدات العسكرية لتلك العصابات، حيث أبدى الديمقراطيون والجمهوريون في اللجان قلقهم من أن تصل هذه الأسلحة لجبهة النصرة والتي هي واجهة تنظيم القاعدة في سوريا. وطبقا للقواعد المتبعة في الكونغرس فإن الحكومة الأمريكية لن تتمكن من تسليح الإرهابيين في سوريا في حال اعترضت إحدى لجان المخابرات بالكونغرس على ذلك، ليتضح أن وعود وتصاريح الإدارة الأمريكية بالتسليح أمام المحافل الدولية ما هي إلا رفع لمعنويات أزلامها في سوريا والمنطقة. طبعا هذا الاعتراض ليس حكرا على الكونغرس، وإنما هو رديف للغالبية الشعبية في أمريكا الرافضة للتدخل الأمريكي في سوريا من خلال استطلاعات الرأي التي أجريت حول الموضوع، والتي كان آخرها استطلاعا نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أجرته شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز، الذي أكد أن 62% من الأمريكيين يرون أن واشنطن لا تقع عليها مسؤولية التدخل في سوريا، وإنما عليها حل المشاكل التي تقع داخل حدود بلادها. إذن وعلى الرغم من كل هذا الرفض الشعبي والمؤسساتي في أمريكا، يتضح أن ديمقراطية أوباما ما هي إلا كلمات مصفوفة يتلفظ بها أمام الشعب ليكسب أصواتهم، وعندما يدير ظهره يطبق المثل القائل: دعهم يقولون ما يريدون ودعنا نفعل ما نريد.